Hello, grade 6. يون 7 سايبر سبيس. سايبر سبيس هنكمل مع بعض لسنة 6. يونت 7 سايبر سبيس فضاء النت. سايبر سبيس فضاء النت بارت 2. بارت 2 عندي نيو ووردز كلمات. يبقى درسنا النهارده هيتكلم عن الكلمات الأول. يلا بينا. عندنا هاردوير. هاردوير يعني الأجزاء الصلبة. هاردوير الأجزاء الصلبة، تمام كده. عندنا كلمة تانية برينتر. برينتر طابعة. برينتر طابعة. برينتر. عندي سوفتوير. سوفتوير برنامج، برامج الحاسوب اسمها سوفتوير. يبقى البرامج بتاعت الحاسوب سوفتوير، برامج الحاسوب. يبقى أنا عندي هاردوير اللي هو الأجزاء الصلبة، برينتر اللي هو الطابعة، سوفتوير برامج الحاسوب، تمام. عندي كيبورد. كيبورد اللي هي لوحة المفاتيح. كيبورد لوحة المفاتيح. عندي ساوند ريكوردر جهاز التسجيل. ساوند ريكوردر. ساوند ريكوردر. وعندي سكرين شاشة. سكرين شاشة. سكرين. سكرين. يبقى كيبورد لوحة المفاتيح، ساوند ريكوردر جهاز التسجيل، وسكرين شاشة. After that word processor برنامج المعالجة. word processor برنامج المعالجة. برنامج المعالجة، تمام كده. الكلمات بتاعتي underline the correct word. يلا هنحط خط تحت الكلمة. أول واحدة كمبيوتر ماشين themselves are called. هنا يميس عايز الكمبيوتر ماشينز، أجزاء الكمبيوتر. يا ترى هقول عليها كيبورد ولا برينتر ولا هاردوير؟ فكر كده سنة 6. أجزاء الكمبيوتر، كمبيوتر ماشين يعني الأجزاء اللي بتكون منها الكمبيوتر. إن احنا قلنا الأجزاء الإيه؟ هاردوير. الأجزاء الصلبة هاردوير. يبقى الإجابة عندي هاردوير. يبقى كمبيوتر ماشينز themselves are called hardware. Number two, the programs that you feed into the computer are called. عايز البرامج يا ميس اللي بتغذي الكمبيوتر. البرامج اللي بتغذي الكمبيوتر يا ترى هي، فكر معايا كده. Software. Software. يبقى البرامج اللي بتغذي أو برامج الحاسوب هي software. لما يقول لي برامج يبقى software على طول، تمام؟ If you want to visualize the results, you will need a. لو انت عايز تصور نتيجة، يا ترى هختار ايه؟ برينتر ولا كيبورد ولا سكرين؟ اكيد يا ميس سكرين، الشاشة. تمام، برافو عليكو. يبقى if you want to visualize the results, you will need a screen. Number four, you can operate your machine like a typewriter by using a. هستخدم الآلة بتاعتي برينتر، يعني انا محتاج ان انا اكتب على الكمبيوتر، يبقى هستخدم ايه؟ يا ترى برينتر ولا كيبورد ولا سكرين؟ اكيد يا ميس هستخدم الكيبورد عشان اكتب عليها. برافو عليك. كيبورد. يبقى you can operate your machine like a typewriter by using a keyboard. Number 5, if you want to record your voice you will need a. هنا لو انا محتاج ريكوردر يور فويس، لو محتاج ان انت تسجل صوتك، يبقى اكيد هحتاج لايه؟ برينتر اور ساوند ريكوردر اور وورد بروسيسور. اكيد يا ميس هحتاج للساوند ريكوردر عشان عندي ريكوردر، يبقى ساوند ريكوردر. برافو عليك. يبقى هحتاج الساوند ريكوردر، هو تسجيل او جهاز التسجيل. نمبر 6، if you want to record the results on a paper you will need a software called. لو انا عايزه اسجل نتيجه على ورق وانا محتاجه برنامج معالجه، يا ترى هيبقى البرنامج اللي انا عايزاه ده ايه؟ سكرين، كيبورد، وورد بروسيسور. يبقى انا عايزه محتاج البرنامج اللي هو الوورد بروسيسور، تمام كده، اللي انا هكتب عليه وورد بروسيسور. كومبليت. نوع تاني من الاسئله. Number one, we see the results of searches on the. نتيجة البحث بتاعي، يا ترى
هشوفها على ايه؟ يلا بينا. اكيد يا ميس سكرين. طالما هشوفها يبقى هشوفها قدامي، هتظهر على السكرين، يبقى سكرين. تمام كده، برافو عليكي. كمبيوتر ماشينز ار كولد ذا، احنا قلنا قبل كده ان اجزاء الكمبيوتر يبقى هي ايه؟ هاردوير. هاردوير يبقى الاجابه بتاعتي هاردوير. يبقى اول ما يقول لي كمبيوتر ماشينز يبقى هاردوير. نمبر 3، ذا بروجرامز ان ذا كمبيوتر كولد ذا، احنا قلنا برامج الحاسوب او برامج الكمبيوتر هي ايه؟ فكر كده معايا. برافو عليك، سوفت وير. سوفت وير يبقى برامج الحاسوب، اول ما يقول لي بروجرامز يبقى على طول اعرف ان هي سوفت وير. نمبر 4، we can use the space as a typewriter. typewriter اللي انا هكتب عليها، يبقى انا محتاجه ايه؟ كيبورد. برافو عليكي، ها يبقى انا محتاجه كيبورد. يبقى we can use the keyboard as a typewriter. we record our voices by، احنا قلنا يا ميس ريكورد يسجل، احنا بنسجل صوتنا على ايه؟ يا ترى بنستخدم ايه؟ ها ساوند ريكوردر. برافو عليكم، جهاز التسجيل الساوند ريكوردر. هاجي وقت اختبر نفسك، اكسل يورسيلف. يلا بينا مع بعض. نشوف احنا جمعنا الكلمات بتاعتنا. السؤال بيقول ايه؟ I use space to print articles. I use space to print articles. Complete. فكر هتستخدم ايه؟ think and answer and put your answer in comments. After that, lesson 4. يا ترى بقى معايا وقت ايه دلوقتي؟ وقت الباسج، القطعة بتاعتي. نقرا مع بعض الباسج مرة ونترجم بالراحة كده عشان نشوف الأسئلة اللي عليها. Read the passage and answer the question. Music is a good thing. Music is a good thing. الموسيقى تكون جيدة أو شيء جيد. الموسيقى تكون شيء جيد. Some people think it's good for us. بعض الناس بيعتقد إنها مفيدة لينا. Good for us يعني مفيدة لينا. تمام. When we listen to music, we feel happy. When we listen to music, عندما نستمع إلى الموسيقى, we feel happy, نشعر بسعادة. Now, doctors sometimes use music to help people. Now يعني الآن، بيقولي الدكتورز الأطباء sometimes أحيانا use music to help people. بيستخدموا الموسيقى في مساعدة الناس أو في علاج الناس طبعا. Egypt has a great history with music. Egypt has. Egypt عندها، مصر لديها a great history، تاريخ عظيم، with music، مع الموسيقى. We can't forget names like أم كلثوم، عبد الوهاب، سيد درويش. بيقول لي we can't forget names، لا نستطيع أن ننسى أسماء مشهورة عندنا. زي مين؟ like يعني مثل أم كلثوم، دي المغنية المشهورة. عبد الوهاب، الملحن المشهور. سيد درويش برضو ده ملحن مشهور. and others، others يعني وآخرون. طبعا هو مش هيدي كل الأمثلة للحاجات دي، عندنا حاجات كتير وأسماء كتيرة جدا في مصر في مجال الموسيقى، فهو قايل لي إيه؟ others، آخرين. with music، بالموسيقى، we can help people، نقدر نساعد الناس who have problems، الذين لديهم ايه؟ اللي عندهم مشاكل، مشكلة او مشاكل. يبقى هنقرا تاني مع بعض. Music is a good thing. Some people think it's good for us. When we listen to music, we feel happy. Now doctors sometimes use music to help people. Egypt has a great history with music. We can't forget names like أم كلثوم، عبد الوهاب، سيد درويش، and others. With music we can help people who have problems. تمام كده؟ احنا كده قرينا القطعة وترجمناها وقريناها مرة تانية. بعد كده بقى الأسئلة يا ميس. After that، تعالوا نشوف معايا. Answer the following questions. Number one، what do some people think about music؟ What do some people think about music؟ فاكرين معايا الجملة؟
هقول له ايه؟ some people think it's good for us. some people think it's good for us. احنا يميز بنجاوب من الباسج، ما بنجيبش حاجة من برا. ايوه من القطعة اللي عندي. number two. how can doctors help people now? how can doctors help people now? the answer. فاكر من القطعة؟ قال لي now doctors sometimes use music to help people. Now doctors sometimes use music to help people. After that. Number three. What happens when you listen to music? What happens when you listen to music? The answer. فاكرين اللي هيحصل؟ We feel happy. نشعر بسعادة لما بنسمع الموسيقى. We feel happy. We feel happy. After that. عندي بقى جزء تاني من الأسئلة. choose the correct answer from A, B, C or D. برضو يميس على الباسج. على الباسج. يلا. Number one. music is space for us. يا ترى هختار bad, good, sad, hungry. يبقى music is. برافو عليكو. good. good. يبقى music is good for us. Number two. there are space musicians. in the passage. يا اولاد احنا كان عندنا في الباسج كام؟ افتكروا كده كان عندنا ام كلثوم، عبد الوهاب، سيد درويش. قلنا ام كلثوم سينجر مغنيه، عبد الوهاب ده ميوزيشن، سيد درويش ميوزيشن ملحنين. يبقى انا عندي كام ملحن بقى كده؟ تو يا ميس. تو ميوزيشنز. يبقى there are two musicians in the passage. تمام كده. عندنا سؤال تاني. supply the missing parts in the following dialogue. ده وقت الديالوج المحادثه. conversation يا ميس المحادثه. تمام. بيقول ايه الولد اللي عندنا؟ where did you go on holiday? where did you go on holiday? the answer. I went to Giza. يبقى الولد سأل زميله بيقول له اين ذهبت في الاجازه؟ قال له I went to Giza. ذهبت الى الجيزه. تمام. الولد سأله تاني. What did you visit there? ماذا زرت هناك؟ What did you visit there? The answer. I visited the pyramids. I visited the pyramids. أنا زرت الأهرامات. تمام. إحنا عارفين إن الأهرامات في الجيزة. برافو عليكو. After that. I came back. Last Friday. الولد هنا بيجاوب I came back last Friday. طيب يبقى أنا المفروض أعمل سؤال، مطلوب مني أعمل السؤال. I came ده في زمن إيه؟ الباست. تمام. يبقى ولاست Friday يبقى بيسأل بوين. يبقى when did you come back؟ When did you come back؟ I came back last Friday. يلا after that. نكمل المحادثة بتاعتنا. الولد قال له yes I enjoyed my visit. yes I enjoyed my visit. يبقى سأل بإيه يا ترى؟ أكيد يا ميس بديد عشان هو جاوب yes. يبقى did you enjoy هل استمتعت؟ yes I enjoyed my visit. برافو عليكو. وقت excel yourself، اختبر نفسك. تعال نشوف سؤالنا النهاردة. Do as shown. We can use it as a typewriter. Give one word. Give one word يعني حط اعطي كلمة. We can use it as a typewriter. Give one word. نكمل. Write a paragraph of four sentences. اكتب لي paragraph مكون من أربع جمل. Four sentences. يلا. these words may help you. أنا أعطيك حبة كلمات كده تساعدك. زي إيه؟ important يعني هام أو مهم. chat download shop. تمام. يلا نشوف الباراجراف بتاعي. أنا هساعدك وأكتب كام جملة كده، بس أنت تقدر تكتب أكتر من كده. طبعا إحنا عندنا قواعد يا ميس. الأول اللي كتبت الباراجراف كلنا عارفينها. أول حاجة إن أنا بسيب مسافة في الأول. بعد كده بعد كل جملة مفروض ان انا بحط لستوب وابدأ الجملة بحرف كابيتال. The internet is important.
تمام، خلصت جملتي فول ستوب. يلا معايا يا ولاد، اول جمله عندي the internet is important. The internet is important. تمام، الجمله الثانيه ممكن اقول we can download films and games on it. We can download films and games on it. بعد كده ممكن اقول we can shop from it. We can shop from it. We can chat on it. We can chat on it. We can play on it. We can play on it. تمام يا سنة ستة، يبقى أنا أقدر أحط أكتر من أربع جمل على الكلمات اللي عندي، ونبدأ الجملة بكابيتال لتر وننهي بالفول ستوب بتاعتي. Goodbye grade 6. Goodbye. Thank you.